الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب، كلام ما شبهك طبطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الثقة في النفس من أهم صفات الشخصية الناجحة، والإنسان الواثق من نفسه هو إنسان عارف إمكانياته ومميزاته وعارف يستخدمها صح عشان ينجح في حياته. لكن الثقة في النفس لو زادت عن حدها وتحولت لغرور، واللي الإنسان يكون حاسس إنه أذكى الناس كلها وإنه أحسن الناس كلها، فده بيكون نوع من أنواع المرض النفسي اسمه العلمي النرجسية. وبالعكس كمان، الشخص اللي عنده الشخصية النرجسية دي غالبا بيكون قدراته وذكاؤه أقل بكتير جدا من الشخص العادي. اضطرابات الشخصية النرجسية هيكون كلامنا عنها ان شاء الله النهارده مشاهدينا مع الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، استاذ الطب النفسي. اكيد برحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235. في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. كلام من القلب، كلامنا شبه الطبطبة. اضطراب الشخصية النرجسية هو كلامنا النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912235. دكتور عبد الناصر، سلام عليكم. ازيك يا ابني؟ الحمد لله بخير. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبة يا حبيبي، كل سنة طيبة. بنتكلم النهاردة عن الشخصية النرجسية، و هما بيقولوا عليها عنده جنون العظمة، وحاسس ان مفيش احسن منه في الدنيا، وان هو فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة ومفيش حد زيه. ولا انا بتكلم في شخصية تانية برضو؟ لا، مش تكلمش شخصية تانية. هو بس هو الجنون العظمة الميجالومينيا دي، ده تشخيص، ده مرض، ده مرض مختلف خالص. لكن هي الشخصية النرجسية، خليني اقولك حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم كل واحد فينا يبقى عنده قليل من النرجسية. تمام. لان النرجسية دي اللي هي ثقة بالنفس. خد بالك، يعني ايه الفرق بين انسان وانسان؟ الفرق الاساسي قدرتي على ثقتي في نفسي. وبالتالي قليل من، احنا دايما كده، قليل من النرجسيه يفيد. يعني دايما دايما لازم يكون عندك ثقه بنفسك وعندك احساس بقدراتك وان انت تقدري. واو، المهم ان يبقى عنده القدرات دي. ما انا هقول لك، يعني حتى لو ما عندكيش القدرات دي قوي، بس ثقتك بنفسك بتخليك تقدري. يعني لو بتكلم على المذيعين مثلا، مذيع قدراته عادية وعنده ثقة بنفسه عالية جدا، هيؤدي أحسن من مذيع قدراته عادية وعنده ثقة بنفسه. تمام. أوكي؟ فالثقة بالنفس بتديكي إحساس بأن أنت يس أي كان، يعني أقدر أعمل كده. فقليل من النرجسية يفيد، قليل من الثقة بالنفس يفيد. ولكن إمتى تبقى قصة مرضية؟ لما تبقى النرجسية أكثر مما يتحمل الآخرون. بمعنى ان لما انا، امتى بقول في فرق عندنا مهم جدا ما بين الشخصيه النرجسيه واضطراب الشخصيه النرجسيه. يعني في فرق ان يكون عندك حد فرحان بنفسه شويه، مغرور سنه، شايف نفسه لطيف يعني كويس، وعنده احساس كده، بس ما بيضركيش، ما بيضايقكيش، ما بيضايقش الناس اللي حواليه. لكن الشخصيه النرجسيه المضطربه او اضطراب الشخصيه النرجسيه بيبقى انسان اناني جدا. بمعنى جدا برضه بيحب نفسه فقط. ممكن يحب الاخرين لكن هو الاول. يعني الشخصيه النرجسيه بيبقى هو قبل ولاده. قبل ولاده كمان، قبل ولاده، بس هو قبل مراته طبعا، هو قبل كل الناس. يعني هو الاول انا. هو عنده احساس بالعظمه واحساس بالانا بشكل خطير جدا، احساس بالاهميه الشديده جدا. وبالتالي العيشه معاه بتبقى صعبه قوي. ليه؟ لان هو دايما عايز اهتمام. هو عايش في عالم لوحده. هو عايش في عالم هو متصور ان هو يحتاج كل اهتمام، بيحتاج كل التقدير، بيحتاج، عايز كل حد طول النهار نقول له يا حلاوتك يا جمالك، انت فظيع، انت ما حصلتش، انت لطيف، انت يعني عايز طول الوقت تبقى بتمدح فيه. بالظبط. حتى لو ده مش موجود. ما هو متصور ان هو موجود. المشكله هو متصور ان هو موجود. لا، ان انا افضل اقول له حاجات انا مش شايفاها فيه، بس انا بقول له كده علشان خاطر يعني ايه، اريح نفسي منه. لو هتتعايش مع شخصيه نرجسيه، جزء من التعايش ان انت بتدي له بعض الكومبلمنتس او بتدي له بعض الـ يعني المجاملات اللي مش موجوده علشان نرتاح يعني. تمام. مشكله الشخصيه النرجسيه الخطيره جدا ان هو زي ما قلت لك بيحط نفسه قبل الاخرين، ودي مشكله كبيره جدا. يعني دائما وابدا انا قبلك.
انا قابلك في كل حاجه على فكره، يعني حتى ممكن يبقى كريم جدا على نفسه وبخيل جدا على الناس اللي حواليه. يعني اجيب نفسي احسن حاجه في الدنيا واجيب لك اي حاجه، لان انا اهم طبعا. كويس، ممكن جدا يصرف على نفسه وما يديش فلوس مدارس لاولاده مثلا. اهم حاجه عنده مظهره، اهم حاجه عنده شياكته، اهم حاجه عنده الناس بتقول عليه ايه. يعني دايما وابدا الشخصيه النرجسيه بيبقى مهتم جدا بان الناس تقول عليه ايه وبيمدح فيها ولا لا. طبعا احنا في الطب النفسي بنحب نتفرج على الناس وبنحب نشوف الناس، حاجه لطيفه جدا ما تشوفي الناس تتفرج عليهم وتفهميهم. الشخصيه النرجسيه بيبان جدا مثلا في المطار، اديك اكزامبل، مطار نزلنا مطار والمطار فاضي، ممكن نطلع بتوع الجوازات على طول ونختم الجواز ونخرج المطار فاضي يعني. لا ما ينفعش، لازم حد مستني بورقه واستاذ فلان ومش استاذ فلان، اتفضل يا باشا اتفضل يا مش عارف مين، يعمل له شو، يعمل شو، وممكن يطلع بعدينا يعني، ممكن انا اسبقه واطلع وهو لسه قاعد بيستنى البي، يعني بيوضبوا له الناس تتفرج عليه، بيوضبوا له السين، بيوضبوا له المسرح يعني. كويس، هو ما يقدرش يقف في الطابور مع الناس. طبعا انتوا كدكاتره بتبقى كاشف كل الشخصيات قدامك، حاجه لطيفه، تبقى حاجه لطيفه انك شايفه الناس كويس، قاري الناس كويس. الشخصيه النرجسيه دايما بيتهم الاخرين بان هم اقل. لما يعني تتجوز شخصيه نرجسيه طول النهار يعايرك ان عيلته احسن من عيلتك، وان هو كان ممكن جدا يتجوز حد احسن منك 100 مره، وان هو رضي بيك عشان خاطر يعني هو الظروف وربنا، دايما دايما بيحس اللي معاه ان هو انفيري، ان هو اقل. ما انا ممكن كل اللي معاه اتجوزه عشان خاطر ما فيش رجاله يعني، اتجوز ده وخلاص يعني، قصدي من قلتهم يعني. لكن قصدي هو الفكره دائم دائم الاهتمام بمظهره، دائم الاهتمام بذاته، دايما اناني 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 بصوره مرضيه. يعني انا بقول للناس لازم واحد يبقى اناني شويه، خد بالك كلامي، قليل من الانانيه يفيد، لازم واحد يبقى اناني، والواحد يحط نفسه برايورتي، يحط نفسه انا احط نفسي نمره واحد في حياتي، بس بدرجه. بس لو هذه الدرجه اتعرضت مثلا لابني عيان، لا مش مهم خالص، اروح المشوار اللي انا هبصت فيه واروح مع ابن العيان. او مثلا لو انا عايز اشتري حاجه لنفسي امتع بيها نفسي، وبعدين ابني محتاج مصاريف مدرسه، لا يعني لما توصل زي ما حضرتك قلت للضرر ان انا بضر غيري بالظبط كده بتوقف. لكن الشخصيه النرجسيه لا لا خالص، ممكن جدا ينزل يجيب بدله غاليه جدا وما يدفعش فلوس مصاريف، لان هو مظهري اهم. بقى كده الشخصيه النرجسيه دي مليانه عيوب. مليانه عيوب طبعا، مليانه عيوب طبعا. كلمه نارسس عارف جايه من برنس نارسس، الشخصيه النرجسيه دي جايه من الامير نارسس ده في الاسطوره يعني. هو كان راجل جميل الخلقه جدا، وكان طول النهار بيبص على وشه في الليك في الـ في الـ في الـ في البحيره ويقول يا جمالي، يعني قصدي شوف قد ايه، وهو من كتر ما هو منتفخ ومن كتر ما هو عنده احساس بالعظمه ان هو بيصدق نفسه اول تايم. الشخصيه النرجسيه من الرجاله القليلين جدا بيبصوا في المرايه كتير. يعني الستات بيبصوا في المرايه كتير، لكن راجل بيبص في المرايه كتير عشان يتفرج على يعني على شياكته وحلاوته، ده شخصيه نرجسيه. طب خلينا هناخد التليفون ونقول، هي حضرتك قلت راجل وست، ونقول هي بتبقى اكتر في الرجاله ولا في الستات ولا الاثنين مع بعض. مدام سحر. الو، اهلا بيكي مدام سحر، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بحضرتك. اكلم الدكتور عبد الناصر من اعظم دكاتره مصر كلها. ربنا يخليك. اتفضلي. لو سمحتي من فضلك، انا بتعالج فعلا اوريدي عند الدكتور عبد الناصر. تمام. وهو كتب لي ادويه والحمد لله في تحسن شويه. الحمد لله. الحمد لله، يعني انا دكتور عبد الناصر يعني مش محتاج كلام. بس هو انا بصحى الصبح برعشه وضربات قلب جامده جدا، بتخليني على طول زي يعني اعوذ بالله زي المدمنين. ببقى حاسه كده برعشه وضربات قلب ومش قادره اركز. طب هو مدام سحر، هو انا ينفع اعرف حضرتك كنت كان ايه المشكله عندك؟ هي دي المشكله اساسا اللي كنت بتتعالجي منها؟ لا، انا كنت رايحه باكتئاب شديد. تمام. ايوه اتفضلي اتفضلي. فانا دلوقتي بس عايزه اعرف من الدكتور عبد الناصر ايه الحل للمشكله دي او كده، الى اني ازوره ان شاء الله في العياده. ضربات قلب سريعه وخوف، وخوف شديد جدا، خوف من شديد. كل حاجه. حابب تاخد دواء ايه يا فندم؟ خوف من وفاه والدتي، خوف من من اخويا لانه عايز. نعم. حضرتك بتاخدي ادويه ايه مدام صح؟ باخد حضرتك، هو كاتب لي مهدئ، انا طلبته في الاخر اسمه تريبتازول. وكاتب لي على ارج بريكس تركيز 30. حقنه هولدول وابيديكسون، ده قرص تركيز 4 بالليل، واثنين اكنتون، واحده الصبح وواحده بالليل. طب يا مدام سحر، الحاله دي حصلت لحضرتك بعد ما خدتي نوع دواء معين ولا ده؟ لا 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 لا، هي مع الضغوط النفسيه الموجوده ملهاش دعوه الادويه.
تمام. انا حتى اتصلت بالنائب الدكتور عبد الناصر قال لي ممكن تاخدي اوفين من التريبتازول. فانا الحقيقه يعني عمالين يقولوا لي ده جامد او ملوش لازمه او ده نوع يعني جامد عليكي. فكنت عايز اعرف حل لضربات القلب والرعشه اللي انا فيها دي الصبح. طيب حاضر. الاستمرار والخوف المستمر. حاضر. دائم من حاضر. من كل حاجه خايفه على اولادي. انا مطلقه وليا ظروفي. حاضر. طب عيني يا مدام سحر هستأذنك ناخد التليفون التاني ونجاوب يا دكتور. مدام نادية. مدام نادية سلام عليكم. ألو. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب ده ملوش علاقة بالأدوية. لا هو ملوش علاقة بالأدوية لكن ممكن في بعض الأدوية بتعمل ضربات قلب سريعة. يعني هي الفكرة طبعا سحر أنا ما أقدرش أقولك تشخيص على الهواء بتاعها تحت أي ظرف وظروف لكن دي أعراض قلق. ودايما اعراض القلق بتبقى مصاحبه لامراض كثيره جدا في الطب النفسي على فكره. يعني ممكن يبقى مكتئب وعنده قلق. ممكن يكون واحد عنده وسواس قهري وعنده قلق. ممكن عنده فصام وعنده قلق. انواع كثيره جدا من القلق. انك تقوم الصبح خايف قايم الصبح ضربات قلب سريعه قايم الصبح شايل الهم وخايف لمصيبه تحصل. خايف لحد عزيز يموت خايف لابني يحصل له حاجه. دايما الترقب ده او حاسس ان في مصيبه تحصل ده من اعراض القلق العام. تمام. طبعا هي بتاخد ادويه كتيره قوي بتاخد ادويه قويه يعني كويس. فانا افضل جدا لو هي ما تعدي بس احنا بندي ادويه للقلق ده يا لميا. بندي ادويه لضربات القلب السريعه. بناخد انرال ده لطيف جدا حتى بنديه للطلبه ايام الامتحانات. يعني وانت داخله امتحان او طالعه على الهواء متردده جدا وضربات قلبك سريعه لو خدت حبايه انرال ده مش دواء نفسي خالص. ده دواء بتاع ضربات القلب السريعه بيخلي الدنيا تبقى الطف كتير. انا متصور انها هتعدي بس واحنا هنظبط الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نقول تاني الشخصيه النرجسيه دايما بنقول ان اكتر الناس اللي بتقف قدام المرايه وتقول زي ما حضرتك بتقول كده مفيش في جمالي حد هي الستات. هم دايما بيبقوا مركزين شويه في المرايه. الرجاله بنقول صعب شويه ان الراجل يقف يعمل كده. بيعملوا دلوقتي بيعملوا بوتوكس وبيعملوا حاجات لطيفه جدا. ما هو طبعا ما ده الجديد. ده الجديد ده الترند الجديد. بصي الشخصيه النرجسيه في الرجال بيساويها الشخصيه الهستيريه في السيدات. طبعا ما ينفعش اقول على راجل شخصيه هستيريه ولا تبقى لكن ما فيش في الستات شخصيه نرجسيه. لا طبعا ما هو الهستريونيك او الشخصيه الهستيريه عندها سمات الشخصيه النرجسيه. يعني ست الهستريونيك اللي هي عندها الشخصيه الهستيريه تبقى عايزه تبقى الستار. انا الستار بتاعت كلكم وانا مركز الاهتمام بتاع كلكم وانا احلى واحده فيكم وانا اجمل واحده فيكم وانا احسن مذيعه في الدنيا. انت بتتكلمي في يعني اللي هو الهستريونيك بتحب دايما تبقى تحت الضوء تبقى هي اخده كل الاتنشن اخده كل الاهتمام. طبعا مفيش راجل هيستريونيك ولا تبقى فضيحه. يعني الشخصيه الهستيريه دي تبقى شخصيه شويه فيها دلع فيها شويه اغراء. طبعا لو راجل حاول يعمل اغراء تبقى يعني قصدي تبقى فيها اي حاجه هي ملفته للانتباه حاجه انثويه تماما يعني. فلو راجل عمل كده تبقى كارثه. كويس. المقابل للشخصيه الهستيريه شخصيه نرجسيه في الرجال. يعني الرجل النرجسي لازم يقف قدام المرايه كتير. ولازم طول النهار عايز مراته تقول له انت يقف قدام المرايه بيكلم نفسه بصوت ولا ما بيصرحش عن اللي جواه هو بينه وبين نفسه. هو بيتفرج على نفسه. لا 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 مش بيتكلم نفسه خالص. لا هو واقف بيتفرج على جماله وحلاوته. واقف بيظبط الكرافته المنديل مش عارف ايه يعني الطقوس بتاعه ان انا انزل في احسن شكل ممكن. طبعا مفترض ان الناس تنزل في احسن شكل ممكن على فكره بس ما يبقاش ده العامل الاساسي في تعاملي مع الناس. ما يبقاش شكلي هو العامل الاساسي في تعاملي مع الناس. ما يبقاش دايما عندي احساس بان انا احسن منك وان انا دايما محتاج ان انت تعامليني احسن ما انا بعاملك. هو المشكله في النرجسي. النرجسي انا عايزك تعامليني باحسن حاجه ممكنه وانا بعاملك عادي. فانا بعاملك بفوقيه. فما يعني قصدي يعني انا احسن منك وبالتالي طبيعي جدا تشكري فيا. بس مش طبيعي ان اشكر فيك خالص. يعني هو شايف ان ده امر عادي. طبيعي ان انا ابقى انت يعني. لازم تعمل كده طبعا. طيب ناخد مدام نادية. مدام نادية سلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ تفضلي. تفضلي فندم. لو سمحتي معايا اختي. فهي كانت دايما بتبكي وعندها كده يعني بالعافيه بتاخد نفسها وكده فروحنا وديناها للدكتور. فاداها برشام فحصل حمل فوقفت البرشام. بعد كده راحت له تاني راح قال لها لا استمر على البرشام هو ما منهوش اي اعراض يعني او كده. البرشام قال لها لا ما منهوش اي اعراض وكده بس هي بعد كده فمرات خالها دكتوره صيدلانيه وكده فقالت لها لا هو ليه اعراض وكده عشان الحمل. هي عندها ايه؟ عندها اكتئاب؟
دايما تبكي، معهاش غير انها تبكي وتقول لك انا خايفه. وممكن الدكتور شخص حالتها لانها ايه؟ مدام ناديه، الدكتور شخص حالتها لان هي ايه، اكتئاب؟ لا، هو قال لها انت يعني زي مثلا حاجه بتوسوسك، لكن انت ما فيش اي حاجه ان هي تخليك. الدواء اللي ادوه لها ايه يا نادي؟ بتاخد دواء ايه طيب؟ تعرفي اسمه؟ سيبراليكس. ايوه تمام. بس هو اللي إيه؟ كانت تاخده سيبراليكس 10. تمام. كانت تاخده وبعد كده سبته يعني. فهي دلوقتي الحاله زايده معاها خالص، ان هي معهاش غير البكا وبتبكي. هي بطلت، هي وقفت الدواء ما بقتش بتاخده؟ نعم. بتاخد الدواء ولا وقفته؟ لا، وقفته عشان الحمل. طب مش هو الدكتور قال لها ان مفيش مشكله مع الحمل؟ بس يعني هي مرات خالها دكتوره صيدلانيه، فقالت لها لا مفيش علاج ملهوش اي اعراض جانبيه. طب بذمتك انت يعني مين الكلام، مين اللي كلامه يبقى اصدق؟ ما احنا مش عارفين، ما هو احترنا بكده ان احنا مش عارفين دي اعراض البرشام اللي هي عامله لها كده ان ثبته فجاه ولا ايه يعني. خلينا اشرح لك. هي تعبانه خالص. طيب حاضر. طب تابعينا اسمعي كلام الدكتور يا نادي. بصي، هي المشكله الخطيره جدا اللي انا بقولها دايما، ان كل واحد فينا ما بيعملش شغل، بيعمل شغل الناس الثانيه. طبعا. اوكي. السيده الفاضله دي عندها اكتئاب اثناء الولاده، وده بيحصل. ده هي كمان عندها من قبل الولاده؟ لا، هي كمان بواضح نزول جدا عليها في الولاده. التاثير السلبي للاكتئاب على الجنين اعلى بكتير جدا من تاثير الدواء. يعني انا لو انا خايف ان الدواء ده يضر الجنين، الاكتئاب بيضر الجنين اكتر بكتير جدا، بكتير جدا جدا يعني. الفكره في عندنا اصول في اعطاء الدواء اثناء الحمل. في عندنا كلاسيفيكيشن كده للدواء، حاجه اسمها كلاس A، كلاس B، كلاس C، كلاس D، الف وب وج. احنا الدكاتره بتدي الادويه اللي متقسمه الف وب وج، بعد كده ما نديش يعني D و E و F ما بدهمش خالص، ممنوعين في الحمل. لكن كلاس A و B و C مقبولين في الحمل. المضادات للاكتئاب بالذات السيبرالاكس اللي اسمه ايستالوبرام او السيرترالين ممكن اديهم في الحمل، بديهم في الحمل بطريقه امنه تماما، وبتاخد بجرعات ممتازه عشان نضيع الاكتئاب اثناء الحمل. وفي بريكوشنز، في مخاطر لكل حاجه في الدنيا، وفي طرق للعلاج، بمعنى ان انا بدي الدواء ده وبدي قبل الولاده بحوالي شهر ببتدي اوقف الدواء لازم. عشان ممكن جدا الادويه دي بتاثر، بتعمل حاجه اسمها بالمونر هايبرتنشن في الاطفال، او بتزود الضغط بتاع الرئه عند الاطفال، وبالتالي بسحبها قبل الولاده بشهر، وممكن ارجع احطه تاني بعد الولاده. يعني قصدي في نظام، في علم، فهي لازم تمشي مش زي اي ما الدكتور حد قال لها. في اي حاجه يعني طبع. يعني انا يعني الصدرانيه مع احترامي شديد جدا ليها جدا، لكن اكيد الدكتور تاني فاهم اكتر. ترجع للدكتور تاني، ترجع للدكتور وترجع تاخد الدواء، والدكتور هيوقفه لها قبل الدواء، قبل الولاده بشهر. الدواء بيقف بالتدريج، وبعد كده بنشوف بعد الولاده هل محتاجه ولا مش محتاجه. تمام. استاذنك نروح فاصل. نروح فاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. كلام القلب، كلامنا شبه الطبطبة، كلامنا شبه الطبطبة. الشخصية النرجسية هو كلامنا النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 91235. دكتور عبد الناصر، اعرف ازاي ان الشخصيه اللي قدامي دي شخصيه نرجسيه؟ بالعشره بقى ولا ايه؟ لا، بيبان من الاول خالص. من الاول؟ بيبان من الاول خالص، بيبان من الاول خالص قد ايه هو بيهتم بنفسه، او مش عايزه بتهتم بنفسها. انا زي ما قلت لك اكتر في الرجاله كويس، بيهتم بنفسه جدا، اناني جدا، حتى مع بيبان حتى في تعامله مع اهله، مع مامته، مع يعني بابا. بتعرفه من اول مقابله. هي المشكله كلها ايه الشخصيات اللي تنفع معاه؟ ايه بقى؟ يعني ايه الجوازه اللي تنفع فيها شخصيه نرجسيه؟ انا شايفه ان هو ما ينفعش يتجوز خالص يعني. لا 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 بيتجوزوا كويس. لا بيتجوزوا. لا ازاي؟ لا يعني مثلا طبعا شخصيه نرجسيه ما تنفعش خالص مع شخصيه هيستيريه. يعني الست الشخصيه الهيستيريه عايزه اهتمام، وعايزه حد يقول لها يا حلاوتك يا جمالك، وهو والتاني نفس الحكايه. طبعا دي بتبقى لا ده هيقول لده ولا دي هتقول لده، علاقه يعني سيئه جدا. لكن شخصيه نرجسيه مثلا ممكن تبقى مع شخصيه اعتماديه. شخصية اعتمادية طبعا ممكن تقول له انت فظيعة جميلة جدا، مع شخصية انعزالية هو اصلا او هي اصلا ما بتحبش تتكلم مع الناس، وهي اصلا منطوية، وهي اصلا ما عندهاش ثقة في نفسها، وبالتالي هو بالنسبة لها بقى فعلا حاجة
معك تليفون. معنا تليفون. مدام لاميا. مع حضرتك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي يا فندم. تفضلي يا مدام لاميا. أنا حضرتك كنت بتعالج من الاكتئاب. أيوه. بقالي سنة ونص لغاية دلوقتي باخد علاج نفسي. تمام. فعايزة أستفهم من حضرتك، أنا كل اللي بحس بيه إن أنا على طول مخنوقة ومتضايقة. حاسه كده ان انا ايه، عايزه كني جوايا حاجه بركان كده، مش قادره ان انا، عايزه ازعق. انت بتاخدي ادويه مش كده؟ انا كنت باخد ادويه. بطلتي؟ انا بقالي سنه ونص. وقفتي الادويه؟ لا، انا لغايه دلوقتي متابعه مع الدكتور. كويس. وانا الحمد لله في تحسن كبير جدا، يعني بنسبه كده 40% 85%. طب الحمد لله. بس كل اللي انا عايزه اتاكد منه، انا دلوقتي كل اللي بحس بيه ان انا مخنوقه متضايقة، مش مبسوطة كده، مثلا ببقى صاحية الصبح كده مش مبسوطة. بسبب ولا بدون سبب يا لمي؟ لا، بدون سبب، ده حاجة كده لوحدها. تمام. زي الأول ولا أقل؟ نعم؟ زي الأول ولا بقت الدنيا أحسن كتير؟ لا، الدنيا بقت أحسن كتير. أنا الأول كنت حاسة إن الدنيا سودة قدامي. تمام. لكن دلوقتي أنا اتحسنت كتير جدا، يعني بقيت أعمل حاجتي وكده، بس هو كل اللي أنا بحس بيه ان انا طول الوقت مخنوقه ومتضايقه، حتى لو خرجت حتى لو اتفسحت مخنوقه ومتضايقه. فانا عايزه استفهم ان هل العلاج بتاعي مدى الحياه ولا لفتره معينه واقف، لان انا عايزه اخلف. تمام. والعلاج مؤثر على حياتي طبعا. تمام. طيب. فانا عايزه استفهم من، نعم؟ اتفضلي يا لمي. فانا عايزه استفهم من حضرتك، هل العلاج بتاعي مدى الحياه ولا لفتره معينه واقف؟ انا لغايه دلوقتي متابعه مع الدكتور وملتزمه في العلاج مع معاه. ايوه. حاضر يا بنتي، حاضر. اتفضل. كويس، في حد ملتزم بالعلاج. بص، هي اتحسنت بنسبه 90%، لكن لسه عندها اعراض اكتئابيه. ايوه. كمان الاكتئاب وحش جدا الصبح يا لم، يعني تقومي الصبح تحسي ان انت مخنوقه ومتضايقه ومش عايز. ده احنا بنقول انه ده في بعض الشخصيات، كلنا بيحصل لنا كده، ان احيانا نقوم من النوم زهقانين، مودنا مش كويس بدون اسباب. ايه اللي بيخلينا كده يا دكتور؟ ده في الناس العاديين. طبيعي ان الناس تقوم الصبح مزاجها مش حلو قوي. ده الطبيعي. ده طبيعي. كويس. بس تقعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق وخلاص، لان في ناس ليليين وناس نهاريين. لكن هي لو هي كان عندها اكتئاب ولسه عندها اعراض اكتئابيه في صوره ان في مزاج، اعتلال مزاج في الصباح، لازم ترجع للدكتور بتاعها يظبط الدواء اكتر شويه لغايه ما الاعراض كلها تختفي. يعني يهمنا جدا ان في الاكتئاب الاعراض كلها يجب ان تختفي. كويس. النقطه الثانيه المهمه جدا، هتاخد دواء قد ايه؟ حسب. لو دي اول نوبه، اول نوبه اكتئاب والعيان خف جدا وتحسن جدا، انا بقول للعيان بتاخد دواء من 6 شهور لسنه بعد اخر نوبه، وبعدين بنوقفه اذا كانت عايز تبقى حامل او مش حامل. لكن لو دي نوبات متكرره حسب النوبه قد ايه. لكن العلاج ما بيفضلش مدى الحياه. لا، مفيش علاج مدى الحياه في الاكتئاب. لا، مفيش علاج مدى الحياه في الاكتئاب. العلاج المدى الحياه بيبقى اكتر في الناس اللي عندهم فصام. وبيبقى علاج بسيط جدا، لمي حبايه بالليل ولا حقنه كل شهر. ونفس الكلام عفوا في الناس اللي عندهم اضطراب ثنائي القطب، اضطراب وجداني، علاج فترة طويلة جدا، لكن علاج بسيط. لكن الاكتئاب لا، باخد العلاج لفترة محددة وبعدين بوقف الدواء. تمام. طيب ناخد مدام إيمان. مدام إيمان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شكرا. لو سمحت ممكن أسلم الدكتور؟ تفضلي مع حضرتك. تفضلي فهم. لو سمحتي، أنا عندي حالة وسواس قهري. وسواس قهري. وسواس قهري. كنت متابعة مع دكتور نفسي. وبعدين خلصت انا العلاج، انا قطعت العلاج من نفسي. تمام. بس تعبانه بقى وزهقانه، والحياه بقت مقرفه اكتر من الاول. انت وقفت العلاج منك نفسك ليه بس يا ايمان؟ والله هو الدكتور كان قلل لي الكميه. قلل لك الكميه بس ما قللكيش تبطليه خالص. قال لي بصراحه انا بطلت بعد 3 شهور من تقليل الكميه. فرجعتي تاني اوحش من الاول. وبعدين كل حاجه دلوقتي بالنسبه لي نجاسه، مش ولا مؤاخذه يعني، مش وساخه ولا كده، نجاسه، كل حاجه نجاسه. وكل حاجه ما بنزلش الشارع، ويوم منزل الشارع ببقى زهقانه وارجع استحمى واغير هدومي واغسل هدومي بالكلوريكس وحاله يعني وحش خالص. طيب خاطر. طيب تبين يا مدام ايمان. طب احنا بنقول انه في الحاله دي كده جالها نكسه اكتر من طبعا. الاول هي المشكله في الوسواس القهري بياخد دواء اطول شويه، مده اطول وجرعات اعلى.
مريض الوسواس القهري طبعا ما بيصدق ان الاعراض بتخف فيقول لك خلاص انا بقيت كويس جدا هوقف الدواء. مشكله الوسواس القهري زي ما قلت لك مش زي الاكتئاب، بياخد وقت اطول بكتير ان تاخد الدواء. يعني قصدي لو انا بدي المريض الاكتئاب مثلا حبايه سيبرالاكس او حبايه سيرترالين او حبايه لوسترال، في الوسواس القهري بدي له حبايتين وبدي له ثلاثه، بدل ما ياخد في الوسواس القهري العلاج زي الاكتئاب 6 شهور بديه سنة ونص. فمريض الوسواس القهري مفترض انه بيتابع مع الدكتور وما يوقفش الدواء غير لما الدكتور يوقف له الدواء. الوسواس القهري بيحتاج وقت اطول حتى بعد ما تخفي، والمعاناه شديده جدا. خد بالكم معاناه الوسواس القهري، هي بتقول تعبانه قوي، تصوري انك ماشيه في كل حته، كل حته مش نظيفه بالنسبه لك، مش قادره تسلمي على حد، مش قادره تقعدي، مش قادره تمسكي حاجه، واول ما ترجعي البيت تغسلي كل حاجه وتاخدي دش مرتين ثلاثه وتقعدي في الدش بتاع نص ساعه ساعه. فالقصه مش هزار، والقصه مش معاناه سهله. وبالتالي انا بقول لها لو سمحت ترجع للدكتور بتاعها تاني وتلتزم بالدواء. والمصريين كلهم ارجوكم يعني اولا بلاش نفتي في حاجات بعض، يعني كل واحد يفتي في حته بتاعته بس. والنقطه الثانيه مهمه جدا، كمل الدواء وارجع للدكتور، عايز توقف الدواء روح للدكتور. صحيح. والشخصيه النرجسيه الشخصيه المناسبه ليها جدا اللي تقدر تتعامل مع الشخصيه الاعتماديه. الاعتماديه. دكتور عبد الناصر نورتني، بشكر حضرتك جدا. بشكركم مشاهدينا، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله، يكون معنا الاستاذه الدكتوره سمر العمريتي. اشوف حضراتكم بقلب خير، سلام عليكم.